قامت وزارة الدفاع متمثلة بمكتب السيد الأمين العام هذه الورشه اللي هي تقييم الأداء المؤسسي لتطوير واقع العمل في وزارة الدفاع بشكل عام. وحقيقة هذه البرامج ما كانت موجودة في الجيش السابق نظرا للتطور الموجود في الجيوش الحالية وفي دول الجوار، صار المقترح على أنه تقييم هذه الورشة. هذه الورشة حقيقة تنفيذا لمتطلبات رئاسة الوزراء اللي عدت برنامج خاص ونموذج خاص لهذا توزع على كل الوزارات من ضمنها وزارة الدفاع. باشرنا بهاي الدورة وتطرقت هاي الدورة إلى المعايير وكيفية تقييم الأداء المؤسسي اللي هو كان هذا النظام معد من قبل الأمان العام لمجلس الوزراء، وكأحد المشتركين من الفتشية العسكرية العامة ولها دور أساسي في تقييم الأداء المؤسسي. باشرنا بهاي الدورة واستفادينا من عدها في إعداد وثيقة الحالة اللي راح تعد وتسلم إلى الأمان العام لمجلس الوزراء. من أهم المعايير التي نوقشت في هذه الورشة هي معايير القيادة والاستراتيجية والموارد والشراكات والعمليات والنتائج اللي تتعلق بوزارة وتتعلق بصلب عمل وزارة الدفاع. طبيعة الحال هناك تعاون مؤسسي مشترك بين مؤسسات الحكومة العراقية، وهذه الورشة خير دليل على وجود تعاون مشترك بين رئاسة الأمان العام لمجلس الوزراء وهيئة النزاهة ووزارة الدفاع. هذا البرنامج يشمل كل وزارات الدولة العراقية ولخصوصية وزارة الدفاع شملت بهذا المعيار، وقمنا هذه الورش حتى نوضح المعايير الأساسية اللي يقيس فيها أداء وزارة الدفاع ابتداء من القيادة والسياسة الاستراتيجية والموارد البشرية والشراكات وصولا إلى النتائج، وإن شاء الله نصل إلى تحديد نقاط القوة في وزارة الدفاع وفرص التحسين لتطور أداء وزارة الدفاع إن شاء الله.